السلام عليكم. سجلت ولاية المندية حادث مرور خطير وغريب جدا كاد أن يودي بحياة عائلة كاملة، وحسب الصور والمنشورات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية، فقد عرفت مدينة قصر البخاري حادث مرور خطير تمثل في اصطدام سيارة بمنزلة، حيث فقد صاحبها الفرامل لتستقر داخل إحدى الغرف بعد اختراقها للجدار، والحمد لله لم تسجل أي خسائر بشرية باستثناء المادية منها، بالإضافة إلى حالة الهلع والرعب التي عاشتها العائلة. الشرطة تدخلت بالإضافة إلى الحماية المدنية، وتم إخراج السيارة من المنزل وتحويلها للمحشر، كما تم اقتياد صاحبها للتحقيق. وعرفت ذات الولاية حوادث مماثلة سجلت هذه السنة نظرا للسياق المفرط داخل المناطق الحضرية وتأثير الكحول أو استعمال الهاتف النقال، فيرجى أخذ الحيطة والحذر والسياق بتأني قبل حدوث الكارثة.